تحت شعار حمل الوطن في قلبه وتركه أمانة في أعناقنا. أحيت رئاسة هيئة الأركان العامة في مارب أربعينية تأبين الشهيد اللواء الركن عبد الرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة، وقال نجل الشهيد ألا حزن، لأن الشهيد خلف رجالا عاهدوا الله والوطن بالمضي على دربه لتحرير كامل التراب الوطني وتحقيق أهداف الشهداء. إن كان قد ارتقى اللواء الركن عبد الرب الشدادي شهيدا فإن خلفه من الرجال أمثالكم الذين عاهدوا الله ثم الوطن على السير على خطاه الكثير، وها هم اليوم ويوم استشهاده قد أعلنوا النفير وعانقوا أسلحتهم رافعين رايات علم اليمن الميمون واثقين من نصر الله وتأييده لهم. أيها الرجال الأوفياء، ما كان لجيش مؤمنا بهدفه أن يكسر بسبب استشهاد أو قتل قائده، فدماء القادة وقود للثورات يذكيها ويؤججها وتتشربه جنودهم فتشحذ الهمم وتشد العزائم. من جهته قال محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العردة أن معركة الشهيد متوهجة، وتكريما للشهداء يجب العمل بكل الوسائل لإسقاط الانقلاب وبناء دولة اتحادية حديثة، مضيفا أن اليمن خسرت فارسا استثنائيا شجاعا لا يتنازل عن مبادئه. ولقد خسرت اليمن برحيل اللواء عبد الرب قاسم الشدادي واحدا من رجالاتها المخلصين وفارسا استثنائيا من طراز فريد، مناضلا جسورا ومقاتلا صبورا، شرسا شجاعا، متفانيا في خدمة الناس، كرس حياته لبناء وطنه وبذل روحه لحرية وعزة ورفعة الشعب. كان رحمه الله مثالا للقائد العسكري، قمة في العطاء وقدوة في السلوك، لا يعرف المستحيل ولا يفكر بغير الإنجاز والانتصار، لا يتخلى عن التزامه الوطني في ترسيخ المثل والأخلاق العسكرية، ولا يتنازل عن ثوابته ومبادئه. في ذات السياق قال رئيس الوزراء بن داغر أن اليمن بحاجة إلى أمثال الشهيد الشدادي قائد ملحمة التصدي لجحافل الميليشيا الإنقلابية دفاعا عن اليمن الاتحادي، مؤكدا أن الشعب سينتصر وستظل القيم التي استشهد لأجلها الشدادي خفاقة. نحضر معكم اليوم ذكرى شهيد الوطن الكبير عبد الرب الشدادي الذي قضى نحبه مقاتلا في سبيل الله وفي سبيل الوطن، قائد مميز وبطل من أبطال اليمن ورجل ما أحوجنا إليه وما أحوج اليمن، رجل ما أحوجنا إليه وما أحوج أهل اليمن إلى الكثيرين من أمثاله الذين ينافحون عن قيمنا وأهدافنا ومبادئنا الوطنية، رجل حمل الوطن في قلبه وتركه أمانة في أعناقنا، قاد شهيدنا ملحمة الصمود والتصدي لجحافل الميليشيا الإنقلابية فثبت أنه أهلاً لصفة البطولة والشجاعة والإباء والصدق والإخلاص مع الوطن. وتعهد الحضور بالمضي على درب الشهيد الشدادي وتحقيق الأهداف التي سعى لها بتحرير الوطن واستعادة الدولة من ميليشيا الإنقلاب السلالية.